مع الأسف ولا يعرفوا أنه كل البحوث والدراسات تشير له أن صحة الفم مرتبطة بصحة الجسم. من لا يهتم بصحة فمه يؤدي إلى يعني نص اللي دخلوا في الإنعاش في فترة كورونا دخلوا الإنعاش بسبب التهاب الرئوي الشديد بسبب وجود أمراض اللثة عندهم. مرض اللثة يؤدي إلى السرطان، يؤدي إلى الالتهابات الرئوية الحادة، يؤدي إلى مرض السكري، يؤدي إلى التجلطات وأمراض القلب. مرض اللثة قاتل، اللي ما يهتم بصحة فمه ممكن أن يموت. يعني لا أريد أخوف الناس، لكن هذا كلام مهم جدا. نعم، لكن وهذه ما تم مناقشتها في المؤتمر، من الأشياء اللي نناقشها في المؤتمر أنه يجب على أطباء الأسنان أن يؤكدوا دائما أنه نحن لا نهتم بصحة الفم فقط عشان واحد يكون عنده أسنان جميلة وابتسامة جميلة، لا، نهتم بصحة الفم لأن هي عماد لصحة الجسم. صحة الفم إذا ما مثل ما قال المتنبي، ومن يكل فم من مريض يجد به مرا الماء الزلالة. المريض بمرض الفم خصوصا مرض اللثة يكون بوابة لأمراض خطيرة، أخطرها السرطان ومنها أمراض القلب. وحتى آخر بحوث أثبتت أنه مرض الزهايمر من أسبابه وجود مرض لثة غير معالج.